السلام عليكم. دي المذبحة اللي بتحصل كل خريف للأشجار اللي في مصر. طبعا احنا عايزين أشجار، احنا بس عشان قبل ما نتكلم، طولها دي ما يكملش 2 متر، بيجي يقصوها. دي جنينة هنا موجودة في بين السورين، هذه الحديقة طبعا، ده اللي اتقص. الحديقة دي المنفذ الوحيد أو المنفس الوحيد لمنطقة شارع بورسعيد، درب البرابرة، باب الشعرية، زي ما انتوا شايفين كده. التاج اللي هو المجموعة الخضري بيجوا يشيلوه، بيقصوا الشجرة من على بعد 2 متر 3 متر بالكتير، ويسيبوا حتة الساق. حتة الساق ده ما بنستفيدش منه من اي حاجة خالص، ما بيفرقش معانا خالص ولا هيفيدنا في اي حاجة. كل خريف ده بيحصل في مصر، جميع الاشجار الخشبية، الاشجار الكبيرة دي بره على الشارع هيجي دورها. احنا النهاردة 22/8، هما قصوا اللي جوه الجنينة لان هما الجزء بتاعهم جوه الجنينة، لكن الاشجار اللي بره دي هيجي برضو دورها من هنا لشهر 10. هو من شهر 8 لشهر 10، مذبحة الأشجار في مصر من شهر 8 لشهر 10، اللي هي بتحصل في الخريف، اللي هي بيقصوا الشجر من على بعد 2-3 متر، بيشيلوا التاج اللي فوق. التاج ده اللي بيعمل رطوبة، اللي بيعمل ترطيب. دي شجرة البولونيا اللي لسه عايشينها امبارح، طولها 5 متر، قصوها على بعد 3 متر. دي بقية الأشجار اهي، ده اللي اتشال، ده الزرع اللي اتشال اهو. الزرع ده المفروض انه يرطب الجو، يعدل المناخ، يعمل اكسجين، يطلع اكسجين. زي ما انتم شايفين شجرة عمرها كبير جدا، تخينة جدا. دي كان ليها تاج، كل سنة مجرد ما التاج يجي يطلع يقوموا شايلينه، كل ما السنة كل ما التاج يجي يطلع يقوموا شايلينه ويحافظوا على هذا الساق اللي ملوش اي فايدة. 2 مهندسين بيقبضوا، 4 عمال بتقبض مية طول السنة، وفي الاخر شوية ساق لا بيطلع لي اكسجين ولا بيعمل ظل على الناس ولا على الحيوان ولا على الطير، ولا بيرطب الجو ولا بيزود الرطوبة ولا بيلطف الجو. احنا شفنا في 15 يوم اللي فاتوا في ناس ماتت من الحرارة في مصر. المناخ كل مدى بيبقى أسوأ وأسوأ، ومع ذلك احنا مصممين نقطع التاج، مصممين نقطع الخضرة، مصممين نقطع الجزء اللي بيفيدنا كده. الجنينة دي ملهاش أي لازمة. أنا بقولش كده عشان يجوا يشيلوا الجنينة، لأ، أنا بقول كده عشان يبطلوا يعملوا مذبحة الخريف دي، اللي يا دوبك في شوية أشجار قليلة جدا جدا موجودة في مصر. مصر عايزة أشجار قد كده 100 مرة، ومع ذلك شوية الشجر اللي موجودين في مصر بيكسروهم. شجرة زي دي 5 متر في 4 أشهر، أما يخليها لي 3 متر مش حرام. شجرة زي دي عمرها أكتر من 10-15 سنة، محافظ لي عليها، مخليها لي حتة خشبة ملهاش أي لازمة، ولا بتطلع لي أكسجين ولا بترطب الجو ولا بتلطفه ولا بتحسن المناخ. يبقى أنا كده بدفع أجور وبهدر مية في ظل الماء والشح المائي اللي مصر فيه، وما بستفدش بأي حاجة من الجناين اللي في مصر، ما بستفدش بأي حاجة من الشجر اللي في مصر. لا أنا باخد منه أخشاب ولا باخد منه أكسجين ولا باخد منه علف للحيوان من بعض الأوراق بتاعته، ولا بسيبه في الربيع يزهر وأعمل عليه مناحي العسل. كل دي فوائد للأشجار الخشبية اللي في الشوارع، اللي للأسف مذبحة الخريف كل سنة بتشيلها. مع السلامة.